أنا كنت رياضية من طفلي، كنت دائما أحب ألعب وأسوي جميع أنواع الرياضات، وكنت مرة أحب ركوب الخيل، مرة كنت أحب ركوب الخيل وكنت أحب التنس. لكن من بديت في الجري حسيت أنه غير حياتي كل شيء تمام. حسيت من جريت، ولما أول ما بديت الجري كنت لسه ألعب تنس بنفس الوقت، بعدين تركت التنس وما توقعت نفسي أني راح أحب الجري وراح أستمر فيه إلى الآن، يعني للدرجة أني ما لازم أنا أجري كل يوم، وحسيت أن الجري نظم لي حياتي. يعني كل يوم أفطر في نفس الوقت، أتغدى بنفس الوقت، وأتعشى في نفس الوقت، وأنام بدري وأصحى أنام بدري وأصحى بدري. حتى يعني شرب الماء، قدرت أني أشرب ماء كثير وأوقف، يعني قبل التدريب ساعتين ثلاثة خلاص أوقف أشرب ماء، أوقف أكل عشان أكون جاهزة للجري. حتى الأكل اللي أكل أعمل حسابي، يعني قبل الجري لازم أكل خفيف، ما أقدر أكل شيء ثقيل لأنه راح يأثر علي، وأعمل حسابي. يعني إذا أنا عارفة أن بكرة الصباح راح أجري بدري يعني قبل الدوام، أعمل حسابي أني أنام even extra early قبل الدوام. سباق الحصى كان سباق مرة حلو بالنسبة لي، كان أول سباق، وأنا مبسوطة أن أنا قدرت أني أشارك في أول سباق للنساء في دولتي، واستغربت يعني من كثر البنات اللي جو، يعني بنات كثير كثير، يعني مرة عجبني الشعور. الطريق كان مرة سهل، يعني بس سيدة، ما في لا تلف يمين ولا يسار، خلاص يعني الطريق سيدة وكان سهل instructions، والناس كانوا مرة طيبين، مرة عجبني السباق، ومرة أشجع يعني كل البنات السعوديين يمارسون في الرياضة بأي شكل من الأشكال، يعني أي نوع الرياضة، بس أنا مرة أشجع البنات يكونون أكتف وفت. أول مشاركة لي خارجية كانت في باكو أذربيجان، وحسيت نفسي مبسوطة أني راح أمثل الدولة، بس بنفس الوقت كان يعني أحس شوية كنت نيرفس عشان أول مرة، ولكن أحس أنه لما ينطلق المسدس عشان أجري خلاص بس أجري، ما تفكر في أي شيء ثاني، بس تجري من قلبك وتعطي كل ما عندك، فكان شعور مرة جميل لما كسرت الزمن. بالنسبة لي هذا كان هايلايت. الرحلة الثانية كانت البطولة العربية، وهذه البطولة كانت أول بطولة ينظمونها للنساء، وكانت في 2018 شهر 2، وكانت في الإمارات. وفي هذه البطولة حققت المركز الرابع. حسيت أن في هذه البطولة أنا كنت يعني، لأن ما كانت أول بطولة لي، كنت جاهزة أكثر، أني كنت مستعدة وكنت عارفة إيش راح يصير وإيش ما راح يصير، والحمد لله أخذت المركز الرابع. رحلتي لإندونيسيا، طبعاً هذه البطولة أكبر البطولات اللي حقت الجري، يعني عندك أول بطولة، أكبر بطولة في العالم، الأولمبيات، بعدين البطولة الآسيوية، بعدين البطولة الإسلامية. فلما رحت هناك أنا كنت حاطة في بالي أنه ممكن تكون زي البطولة اللي سويتها في باكو، البطولة الإسلامية، طلع أن أنا كان مرة 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 أكبر من هذه البطولة، يعني في أثليتس مرة كثير. من الكأس والميداليات اللي فزت فيها عندي هذه، والذهبيات اللي هو هنا وهنا وهنا، هذه كلها من السبيسي باك تتابع في البحرين، وكنا نفوز فيه كل سنة من عام 2014. وعندي هذا هنا حق سباق الفايرمن ريلي، ونفس الشيء فزنا فيه السنة اللي فاتت وهذه السنة، كله السنة اللي قبلها بعد في فرق البنات، والباقي من سباقات بعضهم هنا وبعضهم برا، يصير سباق فردي.
من 2017 إلى الآن حسيت أن في السعودية فتحت الباب للبنات للرياضة. بعد سباق الحسا الحين صار في سباقات كثيرة راح تكون في السعودية وفي المملكة في جميع المدن. الحين بعد داخلين احنا الشتاء فراح يكون في سباقات أكثر، وحسيت أنه فتح الباب للبنات وأشوف بنات كثير قاعدين يمارسون الرياضة، يعني حتى في الشارع، يعني في جدة البنات يركضون برا، وأتوقع أنه هنا بعد في الخبر شوي قاعد يبدؤون. يعني أنا كنت طول عمري كنت أمارس الرياضة بس ما بديت في الجري وما دخلت في النادي السعودي إلا يعني من كم سنة، والحين البنات صاروا داخلين منهم صغار، فيعني على ما يوصلون العمر اللي يقدرون يشاركون فيه في السباقات راح يكونون جاهزين.